لا تقول لي البريمير ليج ولا تقول لي الليجا ولا تقول لي الكالشيو، انت في حضرة دوري روشن. ايه الحلاوة دي؟ وايه الجمال ده؟ وايه المنافسة دي؟ وايه الجمهور ده؟ وايه كواليتي الصورة ده؟ وايه جودة اللعيبة؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا بجد ايه الجمال ده؟ يعني ايه اتفرج على دوري سعودي شايف فيه منافسة على مستوى الكورة، شايف فيه تكتيك على مستوى اللاعبين، على مستوى المدربين، شايف فيه جودة عالية على مستوى اللاعبين، شايف فيه تصوير ممتاز، شايف فيه جمهور مميز جدا ومالي الملعب والملعب متقفل والدنيا جميلة، ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ احنا هننافس اوروبا ولا ايه؟ احنا كعرب هننافس اوروبا ولا ايه؟ بجد شابوه للدوري السعودي وشابوه للكرة السعودية. ومباراة النهاردة بقى فيها كلام كتير وفيها تفاصيل كتير، بعيدا بقى عن حلاوة الماتش والاجوان والجمهور واللاعبين وكل الكلام ده، على مستوى المدربين وعلى مستوى التكتيك مباراة فيها كلام كتير جدا. مباراة النهاردة نتكلم عن الهلال والاتحاد السعودي. قبل ما نخش في اي حاجة، انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك الحلقات اول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيك يا وجاي في حلقه جديده من قهوه التحليل، والنهارده قهوه تحليل سعودي. النهارده بنتكلم على الدوري السعودي لاول مره بعد حلقه عملناها في بدايه الموسم. قبل بدايه الموسم نتكلم على الدوري السعودي، وهل هو مشروع فعلا يستحق المشاهده ومشروع يستحق ان احنا ناخده على محمل الجديه ولا لا. وكل الكلام ده ما شفتش الحلقه هتشوفها طالعه لك في الاي هنا دلوقتي، او هتشوفها في اخر حلقه ابقى شوفها لو حابب. ولكن مباراه الهلال والاتحاد السعودي، مباراة العقدة، الهلال لا يخسر في جدة من 9 سنين، نونو سانتو لا يفوز على الهلال في 5 مواجهات سابقة، مباراة تحمل الأرقام الكثيرة، وكان الاتحاد على بعد خطوات بسيطة إن هو يحقق الفوز النهاردة، ولكن في ظرف 10 دقايق، في ظرف 15 دقيقة بداية الشوط الثاني، الهلال قلب كل شيء وجيسس قلب كل شيء. الهلال والاتحاد، الاتحاد بدأ بالاربعة اربعة اتنين، بدأ بجروهي قدامه الشرحيلي والعوساوي، على الشمال بمسعود، على اليمين العليان، اتنين في نص الملعب فابينيو كانتي، على اليمين رومارينيو، على الشمال كورنادو، قدام حمد الله وبنزيما. الناحية التانية ناحية الهلال بيلعب بالاربعة 3-3، بونو في حراسة المرمى، قدامه كوليبالي والبليهي، ناحية الشمال بيلعب بيه الشهراني، اليمين عبد الحميد، سعود عبد الحميد، بيلعب بثلاثي في وسط الميدان، محمد كنو، ميلينكوفيتش سافيتش، وروبن نيفيس، قدامهم ثلاثي مالكم، سالم الدوسري، والمجنون متروفيتش. المباراة كانت في البداية الاتحاد عارف يلاعب الهلال كويس جدا جدا جدا. في بدايه المباراه الاتحاد ساب الكوره للهلال نوعا ما شويه، ساب لهم اللعب، العبوا بالكوره وانا نوعا ما هرجع خطوتين لورا، هقفل نص ملعبي، ولكن انت هقابلك من نص ملعبي، ولكن اول ما تخش نص ملعبي هضغط ضغط شرس جدا عن طريق فابينيو وعن طريق كانتي، واستخلص منك الكوره وضربك بالمرتدات. وده اللي نجح فيه الاتحاد الشوط الاول. الشوط الاول كله الاتحاد جه في وقت من اوقات المباراه مستحوذ هو على الكوره، ماسك هو الكوره، بيحاول اللي هو يبقى هو المتسيد في اللقاء، وبالتالي قدر يخطف الهلال في 3 اهداف ب3 مرتدات وب3 كور مدروسه جدا من نونو سانتو. وكان الناحيه الثانيه الهلال عنده مشكله كبيره جدا جدا جدا، كان عنده مشكله في الطلوع بالكوره من نص ملعبه. كنت احيانا بتلاقي محمد كنو هو اللي بينزل في وسط كوليبالي ووسط العلي البليهي، وتلاقي الهلال طاير الشهراني وطاير سعود عبد الحميد علشان يحاول يضغط على الهلال، على الاتحاد في نص ملعبه، ويحاول يستحوذ على الكوره اكتر، يطلع بالكوره. ولكن ده اللي ما شفناهوش تماما. ليه؟ لان الاتحاد كان قافل كويس جدا عمق ملعبه، كان قافل كويس جدا العمق بفابينيو وبكانتي، علشان الاثنين يبقوا مقفلين عمق الملعب، وبالتالي الهلال يبقى عنده مشكله كبيره في التطلع بالكوره. لان حتى لما كان الهلال بيطلع بالكوره بيتضغط عليه من قدام ببنزيما وبحمد الله، ولما بيحاول يطلع بالكوره ويضغط على الاتحاد في نص ملعبه قطع منه الكرة على طول عن طريق كانتي وعن طريق فابينيو. كنا بتشوف الهلال بيحاول يستلم الكرة ويحاول يبقى يستلم الكرة سواء عن طريق سالم الدوسري او عن طريق ميلينكوفيتش سافيتش او عن طريق مالكم في ظهر فابينيو وفي ظهر كانتي، ولكن ده ما بيحصلش لان الكرة اصلا ما كانتش بتعدي من فابينيو ومن كانتي. وده خلى الهلال يلعب كرات طويلة كتير جدا على ميتروفيتش علشان يحاول ياخد الكرة عن طريق ميتروفيتش او عن طريق الكرة التانية عن طريق سالم او مالكم او ميلينكوفيتش سافيتش او حتى روبن
نيفيز، ولكن ده كمان ما نجحش فيه الهلال. فكان بالتالي الهلال عاجز تماما على مستوى الشوط الاول، سواء بطلع في الكوره او اخذ الكوره الثانيه، او حتى ان هو يطلع بالكوره عن طريق متروفيتش. متروفيتش في النهايه. على الناحيه الثانيه الهلال الاتحاد، انا اسف، الاتحاد بقى عنده وفره كبيره، سواء في الطلوع بالكوره، عارف يطلع بالكوره كويس جدا. لو الهلال قفل على كانتي وقفل على فابينيو علشان الاثنين ما يطلعوش بالكوره، عنده كورنادو وعنده رومارينيو، الاثنين بينزلوا لحد الدفاع بتاع الاتحاد علشان يستلموا منهم الكوره ويطلعوا بالكوره بسلاسه كبيره جدا كحل فردي. ودي الحلول الفرديه المميزه جدا، المهارات الفرديه المميزه جدا اللي عند الهلال، اللي عند قصدي الاتحاد، علشان يقدروا يطلعوا على رومارينيو ويطلعوا على كورنادو. وبالتالي الفريق كان شكله حلو جدا الشوط الاول، وقدر يترجم السيطره دي وقدر يترجم التكتيك دون بثلاث اهداف اميز من بعض، سواء الجون الاول كان عن طريق رومانينيو بقطعه مميزه جدا من فابينيو وطلع بالكوره على حمد الله، وحمد الله وبينيه مميزه، رومانينيو بيروح انفراد حط الجون الاول. ولكن الجون التعادل بتاع الهلال مجنون مجنون، متروفيتش المجنون فعلا، الكره لعب له عرضيه من غير ما يبص، من غير ما يستلم، من غير كل حاجه، هو حافظ ابعاد الكوره، هو مستني نص فرصه، هو مستني ربع فرصه في منطقه الجزاء علشان يسجل هدف، سفاح حرفيا في منطقه الجزاء الكسندر متروفيتش. الكوره بتجيله من سعود عبد الحميد على طول ببطن رجله في البعيده لجروهي، جروهي ما بيشوفهاش، جون وتعادل للهلال. ولكن بعد كده الاتحاد بيقدر يسجل هدفين، الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بجون بكعب مميز جدا جدا جدا، والجون بتاع بنزيما دوت في حنكه بسيطه بنزيما كان مميز جدا فيها. بنزيما مراقب من اثنين، كولوبالي وعلي بليه. طب انا عايز اشتت الاثنين دول، عايز الاثنين دول الانظار عليا ما تبقاش موجوده، اسهل الاثنين يسهوا عني وان انا اهرب منهم. اهرب منهم ازاي؟ اخد خطوتين اروح في الاوفسايد، الاثنين ما يبصوليش، خلاص اللاعب دوت في الاوفسايد. اول ما الكره تيجي للاعب الاتحاد بتلاقي كريم بنزيما رجع خطوتين لورا ومبقاش اوفسايد، والكره بتجيله حط الهدف الثاني للاتحاد. وفي نهايه الشوط الاول بضغط الاتحاد الشرس اللي كنت بكلمك عليه، ان هو بيضغط ضغط شرس جدا على حامل الكوره من الهلال، في كوره من الكوفيتش سافيتش بيستلم الكوره في منطقه الجزاء وبتضغط عليه من كورنادو ومن رومارينيو من كريم بنزيما، فبيتزني جدا، بيلف يلعب الكوره بوش رجله، بيستلمها حمد الله يخش الجون الثالث 3-1. وكان الاتحاد خلص المباراه من الشوط الاول، وكان الاتحاد انهى المباراه والشوط الاول. ولكن الاتحاد لا يعلم ان فرحته لن تكتمل، وبيجي الشوط الثاني وخورخي خيسوس بيتجنن خلاص، بيقول لك انا مش بعمل حاجه، انا 3-1 والمباراه بتخلص والدنيا بتفرط مني، انا مش بعمل حاجه. نزل الشوط الثاني، سحب محمد كينو من ارض الميدان، رمى ميشيل ديلجادو، وبقى يلعب تقريبا في الهجوم بخمسه ولا سته مهاجمين، بيلعب الاثنين في نص الملعب، روبن نيفيس وملينكوفيتش سافيتش، قدامهم مالكوم متروفيتش، سالم الدوسري، وميشيل ديلجادو. يعني بيهاجم بخمس لعيبه، ملينكوفيتش سافيتش بيحاول يبقى يساند الفريق في الناحيه الهجوميه، قدامي او جنبه بيبقى مالكوم، قدامهم متروفيتش، على الشمال بيبقى سالم الدوسري، وعلى اليمين ميشيل ديلجادو. يعني خمس لعيبه بيهاجموا وبيضغطوا على نص ملعب ودفاع الاتحاد. والناحيه الثانيه الاتحاد او نونو سانتو سلم المباراه لخورخي خيسوس والهلال، ادالهم الكوره، ادالهم المباراه. هو نزل الشوط الثاني قال لك انا مش هاجم، انا هرجع خطوتين لورا، هلعب ميديم بلوك او هلعب كمان لو بلوك، وحاول اقابل من نص ملعبي جدا جدا جدا، فبالتالي ساب الكره للهلال. فبالتالي الهلال نزل اصلا مش بيعمل حاجه وبيهاجم بكل خطوطه، والاتحاد الناحيه الثانيه بيرجع لنص ملعبه ويقف في نص ملعبه وبيحاول يدافع ويحافظ على ثلاثه، ويقوبل بجونين على طول، ثلاثة جون من متروفيتش من عرضيه من ميشيل ديلجادو، والجون الثاني ميشيل ديلجادو بيجي، والجون الثالث والتعادل ميشيل ديلجادو، بياخد الكوره من نص الملعب بيجري، واحمد بن مسعود بغباء كبير جدا، انا اسف على كلمه غباء ولكن بغباء كبير جدا، بيدي هديه للهلال ان هو يرجع في المباراه، وضرب الجزاء للهلال، متروفيتش بيخش يفرتك الشبكه، و3-3 جنون دوري روشن، جنون الدوري السعودي، 3-1 3-3. وبعد كده في دقيقة حاجة و60 66 67 كرة بتيجي عرضية من الكوفيتش سافيتش، بيطلع يريحها لسالم الدوسري، سالم الدوسري على طول بسن الجزمة بيوديها في البعيدة، و4-3 وريمونتادا زرقاء من الهلال السعودي، وبيخطف الماتش
بيخطف الماتش. ليه بيخطف الماتش؟ لعده اسباب، لعده اسباب. السبب الاول ان نونو سانتو طلع غبي جدا جدا جدا، وبدر شيري الثاني بغباء كبير جدا، ان هو ساب الكوره للهلال ونزل في نص ملعبه، وقف في نص ملعبه وما بقاش يضغط بشراسه زي ما كان بيضغط، وما بقاش يمسك الكوره زي ما كان بيمسك، فبالتالي رجع الهلال عليه. الحاج له الحاجه الثانيه، بدنيا الاتحاد السعودي نزل جدا وهبط جدا بدنيا في الشوط الثاني. والحاجه الثالثه بقى، ودي مهمه جدا، ان جوده الدكه عند الهلال كبيره جدا وعاليه جدا، وجوده الدكه عند الاتحاد سيئه جدا. لما كورنادو اتصاب وخرج، ولما رامينيو خرج الفريق مبقاش عنده بدلاء. لما نزل من على الدكه، نزل مهند الشنقيطي ونزل صالح العمري بدال كورنادو وبدال رامينيو، فالجوده نزلت جدا عن الفريق، نزلت جدا 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 عن الفريق. والحاجه اللي عايز اتكلم عنها بصراحه من وجهه نظري، ان الاتحاد انا كنت متابع نوعا ما الاتحاد السنه اللي فاتت 80% من مبارياته، فالاتحاد لما خرج منه طارق حامد ولما خرج منه احمد حجازي اتاثر جدا دفاعيا، لما فريق هبط بدنيا اتاثر جدا 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 دفاعيا، فبالتالي الاتحاد كان محتاج جدا. هتقول لي عند كانتي وعند فابينيو، اقول لك برده طارق حامد في المواقف اللي زي دي، يعني انت لو الشوط الثاني حولت اللي انت عاوز تقفل الملعب وتقفل المباراه، كنت تنزل طارق حامد مع كانتي وفابينيو، كنت قفلتها ضبه ومفتاح على الهلال. ولكن وكمان الدفاع شرحيلي وهوساوي الاثنين، مش الاثنين على بعض، مش بحجم احمد حجازي. احمد حجازي مقصر جدا 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 مع الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي قدم شوط اول مميز جدا، الهلال قدم شوط ثاني مميز جدا، وانا من وجهه نظري كانت المباراه دي تخرج بالتعادل 4-4، كانت تبقى مميزه جدا. ولكن مبروك لكل جمهور الهلال، قدموا شوط ثاني مميز جدا 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 جدا، يستاهل عليه الاربع اهداف اللي سجلوهم. ولكن الاتحاد قصر في الشوط الثاني، فالخساره كانت طريقه. في الاول وفي الاخر ده كان شخص واحد ورايا انا في مباراه الهلال والاتحاد. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي ايه صفقات الاتحاد محتاجها غير محمد صلاح علشان يقدر ينافس ويقدر يجاري الهلال والنصر والاهلي في الباقي من الموسم. قول لي رايك انت في الكومنتس، ولو حضرتك بدل تنساش تعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تجي لك اول ما تنزل على طول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه. سلام.